أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أما حديث أبي أيوب فالراجح وقفه من كلام أبي أيوب، أنا أحب أن يوتر بخمس من أحب أن وأوله الوتر حق، قد جاءت له طرق أخرى في غير حديث أبي أيوب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. وعن جابر، وهذا إسناده حسن، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان، ضعيف في إسناد عيسى بن جارية منكر الحديث، والذي ثبت أنه قام بهم ثلاثة أيام في الصحيحين ثم ترك القيام خشية أن يكتب الوتر. قال وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. قلنا تعليقا عليه صحيح لغيره دون قوله خير لكم من حمر النعم، إن الله أمدكم بصلاة أو زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الحديث عن أبي بصرة أصح. حديث خارجة من طريق عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، وكلاهما مجهول. والحديث صحيح عن أبي بصرة عند أحمد والطحاوي بلفظ إن الله زادكم صلاة هي الوتر فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وإسناده صحيح. قال وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه من طريق حجاج بن أرطاء عن عمرو بن شعيب، ولفظه إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي الوتر، وحجاج ضعيف ومدلس ولم يصرح بالتحديث، ولكن الحديث صحيح بشاهديه اللذين قبله. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم. ضعيف فيه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي فيه ضعف، تفرد بهذا الحديث وأنكر عليه. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد.
في إسناده الخليل بن مرة قال البخاري منكر الحديث ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى فضيلة صلاة الليل والوتر. إن من أعظم القربات إلى الله تعالى صلاة الليل، صلاة الليل والوتر. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويدل على فضل هذه العبادة حديث أبي هريرة وحديث خارجة بن حذافة وشواهده التي في الباب. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر سفرا وحضرا، وكان إذا فاته من الليل قضاه في النهار لفضيلة هذه العبادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للمحافظة عليها. المسألة الثانية حكم الوتر. ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الوتر، واحتج له بحديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي في الباب، وبحديث علي رضي الله عنه. حديث أبي أيوب الوتر حق، حديث علي ليس الوتر بحتمه مكتوبة في آخره أوتروا يا أهل القرآن. وسيأتي إن شاء الله، وإسناده حسن، وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني زيادة الزيادة فيه أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. يعني الحافظ قدمه هنا بدون الزيادة. وبحديث خارجة بن حذافة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث بريدة رضي الله عنهم، وكلها مذكورة في الباب. وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه البخاري ومسلم. وبحديث أبي سعيد رضي الله عنه سيأتي أوتروا قبل أن تصبحوا، رجعه مسلم. هذه كلها من الذي استدل بها؟ ذكر يوسف الحنفي على وجوب الوتر. وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الوتر سنة متأكدة، واستدلوا على عدم وجوبه بحديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له فإن مطاعك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وصح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قيل له إن أبا محمد رجل بالشام يقول إن الوتر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد. أهل الحجاز يستخدمون الكذب في مخالفة الواقع، فإن تعمد فهو الكذب المحرم وإن لم يتعمد فهو الخطأ. فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن استخفافا بحقهن جاء ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه مالك وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح وهو في الصحيح المسند. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي في الباب. ما هو الحديث؟ نعم أوتروا في القرآن، هذا أمر، الأمر للوجوب، هم استدلوا بهنا على الاستحباب، استدلوا على الاستحباب. نعم ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، كلام علي بن أبي طالب، ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة. وبحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، متفق عليه. ما وجه الدلالة؟ نجاسة
أحسنت. الفرائض ما تصلى على الرواحل. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات إلى أن الوتر واجب على من قام من الليل، لحديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولحديث أوتروا يا أهل القرآن. قال أبو عبد الله غفر الله له الصواب قول الجمهور لما تقدم من الأدلة، والله تعالى أعلم. فالأدلة تدل على أنه ليس بواجب، ولكنه من آكد النوافل. أحب الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.